الفصائل المسلحة تستمر في هجماتها ضد مستشاري التحالف الدولي، والتحالف الدولي مستمر في اصطياد واقتناص هذه الهجمات التي يتعرض لها على الأقل فيما يجري في الداخل العراقي. وهنا نأتي إلى تفاصيل مهمة جدا لهجوم تم ليلة يوم أمس بطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد. هذه هي قاعدة عين الأسد التي ترونها هنا، واستخدمت طبعا طائرة مسيرة واحدة مفخخة هي التي هاجمت القاعدة. لم يعرف لحد الآن من أين جاءت ومن أين انطلقت هذه الطائرة. بمجرد ما حاولت أن تصل إلى قاعدة عين الأسد كانت الدفاعات الموجودة في القاعدة بالمرصاد، وواحدة من هذه الدفاعات بحسب المصادر التي وصلتنا حول هذا الموضوع هي منظومة السيرام التي أيضا تصدت بشكل واضح جدا لهذه الطائرة وسحقت ودمرت هذه الطائرة وسقطت خارج قاعدة عين الأسد. وبالتالي هذا يضع قاعدة عين الأسد حتى هذه اللحظة منذ بدء الهجمات في عام 2022 إذا كانت على مستوى الطائرات المسيرة أو غيرها على مستوى دفاعي 100%. ليس هنالك أي نجاح رغم كل هذا التصعيد من الفصائل المسلحة عندما نتحدث على قاعدة عين الأسد. وإذا ما أخذنا صورا من هذه الطائرة المسيرة التي طبعا وردتنا بهذا الشكل، الطائرة التي دمرت بهذا الشكل كما نلاحظ هي تشبه تماما الطائرات التي استخدمت إذا ضد قاعدة عين الأسد من ناحية هيكليتها أو الهيكل الخاص بها. قبل يومين كانت هنالك طائرتين هاجمت القاعدة أو حتى على مطار بغداد، رغم أن هنالك نوع من الاختلاف في الطائرة ولكن الهيكل هو نفس الهيكل، تشبه طائرة اسمها صمات ثلاثة يستخدمها الحوثيون في العادة ونراها في اليمن وتهاجم المملكة العربية السعودية. ولكن هنالك قضية مثيرة فيما يتعلق بالدفاعات الخاصة الجارية في قاعدة عين الأسد ونسبة النجاح الكبيرة. الآن إذا ما ذهبنا إلى هذا الفيديو الذي وردنا من قاعدة عين الأسد أيضا سنلاحظ هذه الطائرة التي نتحدث عنها وهي تضرب بصاروخ يرتطم بها مباشرة، يجعل هذه الطائرة في مشكلة حقيقية، وبعدها طبعا هي تنفجر وتسقط بهذا الشكل كما نلاحظ. منظومة السيرام كانت هي حاضرة أيضا مع هذه الضربة التي نتحدث بها، وهذه طبعا هي التي تثير التساؤلات. نحن نسمع عن منظومة السيرام ولكن هنا نحن نرى قضية صاروخ يرتطم في هذه الطائرة المسيرة، وهذه القضية هي ليست أول مرة تلاحظ، لا أبدا. قبل يومين مع الطائرتين المسيرة التي هاجمت قاعدة عين الأسد أيضا لوحظة كما نذهب هنا. إذا ما ذهبنا إلى الطائرة المسيرة الأولى التي هاجمت قاعدة عين الأسد سنلاحظ بأننا أمام أيضا صاروخ يرتطم بها في البداية، وبعدها تأتي رشقة منظومة السيرام لتنهي هذه الطائرة المسيرة. وهذه هي ما جعلت هنالك أسئلة كبيرة جدا، يا ترى ما هي هذه المنظومة التي تستخدم الآن بهذه الطريقة في قاعدة عين الأسد لاستهداف هذه الطائرات؟ وإذا ما ذهبنا إلى لقطات مقربة لكي نحاول أن نتفحص ما يجري، هذه هي طبعا واضح جدا عندما نتحدث عن هذا الصاروخ الذي يرتطم بالطائرة المسيرة. هو لا يبدو كبيرا نسبيا، هو يبدو متوسطا الحجم أو نوعا ما صغير، قد يكون بحجم الطائرة المسيرة أو أكبر بقليل منها. اللقطة هذه من لقطة الضربة التي جاءت للطائرة المسيرة صباح أو ليلة يوم أمس عفوا، يعني تبدو هي بهذه الاتجاهات، قد تكون غير واضحة من ناحية حجم هذا الصاروخ. وإذا ما ذهبنا إلى الهجوم الذي تم بالطائرات المسيرة قبل يومين سنلاحظ هذه اللقطة المقربة التي تفحصناها ولاحظنا هذه الطائرة المسيرة، وهذا هو الصاروخ الذي نتحدث عنه الذي ارتطم بها. وبالتالي واضح جدا بأننا أمام صاروخ دقيق للغاية، لديه سرعة معينة ولديه طريقة ارتطام واضحة جدا في هذه الطائرات تخل من توازنها بالكامل. وبالتالي هذا هو أقرب ويجعلنا أقرب إلى منظومة لم ينتبه إليها الكثيرون، قد تكون هي الآن موجودة في قاعدة عين الأسد وهي التي تعمل بنجاح كبير جدا ضد هذه الطائرات المسيرة، ألا وهي كايوري 2 انترسبتر. هذه هي المنظومة المهمة جدا الأمريكية التي ظهرت في منتصف عام 2019 واهتمت بها الفوربس الأمريكية في منتصف عام 2020، وهذه المنظومة هي مختصة في اصطياد الطائرات المسيرة الصغيرة الحجم المتوسطة الحجم، هذه الطائرات التي نتحدث عنها
نوعا ما كبيرة الحجم، ومع ذلك هي تتمكن من عملية اصطيادها كما نلاحظ. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى طبيعة هذه المنظومة كايوري 2، إذا ما لاحظناها هنالك أشكال عدة إلها، ممكن أن تكون على الأرض بهذا الشكل كما تلاحظون، هكذا تنطلق هي، وكذلك ممكن أن تكون على العجلة بهذا الشكل. وهذه هي طبيعة الانطلاق التي تحدث عندما تلاحظ من خلال الرادارات بهذا الشكل. الصاروخ واضح جدا، شبه كبير جدا، وتشبه بشكل كبير الصواريخ التي اصطادت طبعا الطائرات المسيرة على قاعدة عين الأسد. هي تستخدم رادارا خاصا اسمه KURFS، وهو أيضا يستطيع من ضبط الصواريخ، الطائرات المسيرة وغيرها. وبالتالي أصبحت لديهم قدرة واضحة جدا عندما نتحدث عن هذه المنظومة، قدرة واضحة جدا في عملية اصطياد الطائرات، وقد يفسر لماذا هم نجحوا حتى هذه اللحظة في قاعدة عين الأسد في اصطياد هذه الطائرات التي نتحدث عنها. والقضية المثيرة أنه southfront.org ثبتت هذا الموضوع أيضا ولاحظت هذا الموضوع قبل تقريبا ساعتين من الآن. هي أيضا اتفقت مع هذا التحليل ووضعت صورة كايوري 2 بهذا الشكل، وقالت بأنه فعلا أن هذه المنظومة على ما يبدو بأنها موجودة في قاعدة عين الأسد، وهي التي تحقق نجاحا كبيرا عندما جمعوها مع منظومة السيرام التي نتحدث عنها. الآن بهذا النجاح في قاعدة عين الأسد، حتى هذه اللحظة كان هنالك هجوما قبلها بالصواريخ، والمثير هو ليس الهجوم بالصواريخ الذي لم ينجح أبدا للميليشيات الإيرانية، بل المثير هي سيارة الكيا الحمل، الواضح بأنها تم تحويرها، وهنالك منصة تظهر مباشرة من هذه الكيا وتقوم بمهاجمة القواعد التي تريد مهاجمتها. وهذه قصة الكيا، على الرغم من عدم نجاحها في عملية قاعدة عين الأسد وقصف قاعدة عين الأسد، إلا أن قصتها كانت موجودة من صباح هذا اليوم في قضية متعلقة بإقليم كردستان. ليلة يوم أمس لوحظت فجأة بأن هنالك رحلة طيران للملكية الأردنية، الخطوط الجوية الملكية الأردنية، كان من المفترض أنها تذهب إلى مطار أربيل وتصل إلى مطار أربيل، ولكن بمجرد ما وصلت بحسب الفلايت ريدار 24 هنا، بمجرد ما وصلت إلى تكريت انسحبت مباشرة وعادت أدراجها إلى عمان كما هو واضح. وبالتالي ترك مطار أربيل بهذا الشكل، وكانت الأنباء ترد من مطار أربيل بأن هنالك تجديدا أمنيا كبيرا وإلغاء العديد من الرحلات ليلة يوم أمس. وهذا الأمر توضح صباح هذا اليوم فجأة عندما نشرت وثيقة تعتبر خطيرة للغاية، وهي وثيقة تابعة إلى الاستخبارات العراقية ودرجة السرية سرية، أي من المفترض أن لا تكون هي موجودة هنا على الشاشة ونتحدث عنها أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه الوثيقة نشرت على العلن وتتحدث بأن هنالك سيارة كيا حمل قد تكون مثل كيا التي نتحدث عنها المتحورة أو المحورة عفوا، وهي تحمل صواريخا وتريد استهداف بالدرجة الأساس مطار أربيل أو معسكر زيليكان الذي سبق وإن تم استهدافه. ولكن من أين عملية الاستهداف هنا؟ بالنسبة لهذا الكتاب الذي نشر بهذا الشكل، هو يتحدث عن منطقة اسمها شنف أو قرية شنف، وكذلك قرية أخرى هي كانت تتحرك منها وإليها. وطبعا من قرية شنف هم كانوا يفكرون من خلال هذه المنطقة استخدام هذه الصواريخ التي على ما يبدو بأنها أكثر من 5 صواريخ، قد تكون حتى 7 صواريخ التي تستخدم من هذه الكيا. هذه القرية كما نلاحظ هي لا تبعد، هذا هو مطار أربيل هنا بهذا الاتجاه وباللون الأصفر، طبعا هي كلها إقليم كردستان كما تلاحظون. هي تبعد 43 كيلومترا من القرية مباشرة إلى المطار، مسافة قد لا تكون بعيدة، قد تكون بعيدة وليست بعيدة في نفس الوقت، ولكن أيضا هي تأتي بالاستهداف الثاني إلى قرية أو عفوا معسكر زيليكان، ألا وهو الموجود في بعشيقة والذي تتواجد فيه القوات التركية، وسبق أن استهدفوا هذا المعسكر. فشاهد الخطورة، وهي أيضا المسافة أيضا تصل إلى تقريبا 43 أو 45 كيلومترا لكي تضرب معسكر زيليكان. فبالتالي هنالك سيارات كيا موجودة في هذه المنطقة تبحث عن عملية تحقيق هجوم، وهنالك ترقب كبير في عملية بأننا قد نكون أمام هجوما فعلا على مطار أربيل أو حتى قاعدة الحرير. كثيرة هي التهديدات من الميليشيات في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى اعتمادا على هذا الكتاب للاستخبارات الذي تحدثنا عنه، ولكن واضح بأن الكتاب نشر من أجل أن يتم إبطال هذا الهجوم، ويبدو بأنه إبطل على الأقل حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها بهذا الشكل وعلى هذه التفاصيل. وطبعا هذا الأمر أيضا مرتبطة به ليس فقط تصعيدا في العراق،
بل أيضا تصعيدا في سوريا. كان هنالك هجوما صاروخيا يوم أمس في سوريا تم من قبل أيضا الميليشيات الإيرانية، 3 صواريخ استخدمت بهجوم على ما يبدو بأنها انطلقت من دير الزور، هذا هو المنطق أو من أي منطقة قريبة بهذا الاتجاه، على قاعدة كونيكو. 3 صواريخ صاروخا واحدا سقط حول القاعدة، وصاروخان لم يحققا طبعا أي شيء في هذا الهجوم. لم تكن هنالك خسائر أو جرحى بأي شكل من الأشكال، ولكن هنالك استنفار من التحالف الدولي على هذه المناطق. كثير من التقارير تتحدث بأن هنالك طيرانا مسيرا وطيرانا للتحالف الدولي على نهر الفرات وعلى ضواحي نهر الفرات، وطبعا هم يطيرون في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقواعدهم اللي موجودين هم فيها، وكذلك في المناطق حتى تحت سيطرة النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران والمرصد السوري لحقوق الإنسان. أكد بأن كانت هنالك ضربة من التحالف الدولي ليلة يوم أمس صارت وتمت بالقرب من ناحية اسمها ناحية التبني، تمت هذه الضربة ضد نقطة تقريبا بهذا الاتجاه بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضربت موقعا عسكريا وكان فيه عددا من الميليشيات، تم قتل وجرح الكثير منهم في نجاح في هذه الضربة. بالنسبة للتحالف واضح بأنهم يبحثون عن مسائل للردع وتحقيق شيئا في هذه الهجمات التي نتحدث عنها بالنسبة للتحالف والجرأة الكبيرة التي نراها في الفترة الأخيرة في الأجواء السورية، لا نراها في العراق ولكن نراها في سوريا لأسباب كثيرة للغاية. العيون الآن تذهب بشكل واضح جدا إلى المفاوضات النووية، ومستمرة هذه النظرة إلى أين ستصل المفاوضات النووية، خاصة وإن فشلت قد تكون هذه الأمور تتصاعد بشكل أكبر وأكبر. واليوم تم تسريب قضية متعلقة في زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، أو عفوا هو مستشار الرئيس الأمريكي وهو طبعا جيك سوليفان. هذا الرجل هو كان في زيارة إلى تل أبيب، نشر التفاصيل وسربت من اجتماعها بالإسرائيليين التي تمت مؤخرا متعلقة إذا فشلت المفاوضات النووية، ما الذي ستفعله الولايات المتحدة الأمريكية. موقع أكسيوس هو الذي نشر هذه التفاصيل عن طريق 3 مسؤولين إسرائيليين، وهذا الذي تحدث عنه سوليفان. أبلغ سوليفان مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل أن التهديد بفرض آلية عقوبات مجلس الأمن الدولي سناب باك يجب أن يكون وسيلة لردع إيران عن تخصيب اليورانيوم بدرجة تسمح بصنع سلاح نووي، أي بما معنى العودة إلى ستايل وطريقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ولكن الأوساط الآن هي معترضة حتى وإن تم عملية وصول الولايات المتحدة الأمريكية الآن إلى السناب باك، هنالك عدد من المختصين مثل جيسون براتسكي وهو أهم المختصين في قضايا الشرق الأوسط، ونورمان رول وهو كان ضابطا سابقا في CIA اعترضوا على قضية السناب باك. الوقت الآن فات، إيران تقدمت نوويا بشكل عالي للغاية، والسناب باك الآن لن يمنع إيران من التقدم بشكل أكبر، لديهم ميزانية تتماشى مع قضية العقوبات وقد يصلون إلى القنبلة النووية. وهنا الأذهان قد تذهب مباشرة بأن حتى لو فشلت المفاوضات وفرضت السناب باك ممكن أن يعطى الضوء الأخضر لإسرائيل بالضرب، وهذه قضية اعترضت عليها واعترض عليها موقع ميدل إيست آي البريطاني عن طريق ديفيد هيرست، وهو وجد بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع إسرائيل من القيام بأي ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية، لأن هذا سيدخلهم في 3 أزمات موجودة في المنطقة. واحدة من الأزمات هي عملية استهداف صاروخي كبير جدا على إسرائيل من داخل إيران ومن الميليشيات الموجودة في المنطقة، وضرب للمنشآت النفطية بشكل كبير في الخليج العربي، وكذلك أن الضربة ضد المنشآت النووية قد لا تحقق تدمير البنية التحتية، وبالتالي إيران تصبح دولة نووية حقيقية تصل إلى القنبلة النووية. لذلك الميدل إيست آي البريطانية تجد أن الأمر يجب أن لا يتم بهذه الطريقة حتى وإن فشلت مفاوضاتها.